السلام عليكم الأصدقاء ديالي أخوتي العساس، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم أخوكم أنوار من قناتكم وقناتنا أنوار برو. أصدقائي الأعزاء، في هذا الفيديو الجديد غادي نشوفوا ملخص مباراة المنتخب المغربي للصالات اللي لعب المباراة الثانية ديالو أمام المنتخب الأرجنتيني. كما شفتوا في المباراة الأولى عطيناهم 7 مقابل لا شيء، في هذه المباراة ما رضاوش ولعبوا غير على الدفاع. أصدقائي ديالي، الملخص ديال المباراة صراحة فيديو جميل جدا يستحق المشاهدة، نخليكم تشوفوه وحكموا وعطيوا لي الآراء ديالكم من خلال التعليقات. كنتمنى كل واحد فيكم شاف الفيديو يبارك لنا على داك اللايك، خليو الفيديو يتبارطاجا يوصل لجميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اصدقائي الاعزاء، ما غاديش نطول عليكم، دوزو نشوفوا الفيديو ونتلاقاو. اصدقائي الاعزاء، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الملخص، كنتمنى تعطيوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك، ما كرهتكمش تبركوا لنا على داك اللايك، تبارطاجيو لينا الفيديو باش يوصل لجميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اما الناس اللي ما مشتركينش في القناه، كنتمنى من الصميم ديال القلب ديالي تشتركوا في القناه، تفعلوا زر ديال الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا. وانتظرونا الاخوان ديالي، غادي نحط لكم تحركات ديال المايسترو حكيم زياش ونايف اكرد في نفس الوقت. اصدقاء ديالي، ما بقى لينا نقول لكم تهلاو لي فراسكم بزاف، موعدنا في فيديو قادم. كيف العاده كان معكم اخوكم انوار من قناتكم وقناتنا انوار برو. تهلاو لي فراسكم، سلام من الله عليكم.